السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. احبابي الكرام، في هذا الفيديو الجديد الخاص بمراحل فتح قناة على اليوتيوب، ودون الاطالة عليكم نبدأ في اول مرحلة وهي مرحلة فتح حساب ايميل، ويا حبذا يكون الايميل يعني في الجيميل. وبمجرد انه الانسان يفتح حساب في الايميل تفتح القناة مباشرة، فقط بين قوسين نشير الى انه يجب الحفاظ على الرقم السري الخاص بحسابك على الجيميل، لانه لو ضاع الرقم السري الخاص بحسابك يعني ضاعت القناة. الأمر الثاني والمرحلة الثانية مرحلة اختيار اسم مميز للقناة، بمعنى اسم قناتك لا يكون نفسه اسم لقناة أخرى، أو حتى يكون يعني مشابه إلى حد بعيد لقناة ثانية على اليوتيوب. المرحلة رقم 3 مرحلة تصميم لوجو للقناة. المرحلة رقم 4 البدء في تحميل الفيديوهات. هنا نشير أيضا إلى أن إدارة اليوتيوب يعني يا حبذا لو يكون الإنسان يرفع الفيديوهات في قناته بشكل منتظم، يعني بشكل يعني في كل أسبوع يرفع فيديو، أو في كل 4 أيام أو 5 أيام. هنا كل إنسان وقدراته والوقت اللي عنده. المرحلة رقم 5 مرحلة تحقيق 1000 مشترك و4000 ساعة في ظرف سنة. المرحلة رقم 6 مرحلة فتح حساب أدسنس وربطه بالقناة بعد مراجعتها وقبولها من طرف فريق اليوتيوب. المرحلة رقم 7 مرحلة تفعيل حساب الأدسنس بالبين كود. المرحلة رقم 8 والأخيرة مرحلة ربط حساب الأدسنس بحساب بنكي لاستلام الأرباح. وهذا هو الهدف لكل يوتيوبر أو لكل شخص يعني ينشئ قناة. هذه هي يعني الخطوات الأساسية أو المراحل الأساسية لتحقيق أو لفتح قناة يوتيوب إن شاء الله تكون ناجحة. يعني احنا وضعنا هذه الخطوات أو المراحل الأساسية كي لا يتيه يعني الشخص وهو يبحث في اليوتيوب حول هذا الموضوع، موضوع فتح قناة على اليوتيوب، لأنه كثير الفيديوهات في هذا الموضوع وغزارته على اليوتيوب يمكن الإنسان يتيه، يعني طبعا يتيه في زخم هذه المعلومات وغزارتها. لهذا حطينا هذه المراحل الأساسية تكون كرؤوس أقلام أو كمراحل تحدد يعني كخارطة الطريق للمسار قدما نحو تحقيق قناة يوتيوب ناجحة إن شاء الله. بالتوفيق والسداد للجميع. فقط أشير إلى أننا في قابل الأيام إن شاء الله سنفتح يعني كل خطوة من الخطوات المذكورة سابقا سوف نضعها في فيديو مخصص، ولو من جانب النظري هكذا الإنسان ياخذ يعني فكرة على الموضوع ويحدد يعني يحدد حتى مجال البحث لما يكون يبحث في هذا المجال. إلى فيديو آخر، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.